امبارح انطلقت منافسات البطوله الدوليه لتنس الطاوله في مصر، وقرر الاتحاد بطبيعه الحال، وبرضه ده كان من الامور المتوقعه الى حد كبير، قرروا الغاء حفل الافتتاح اكيد تضامنا مع اشقائنا في فلسطين. البطوله مستمره لغايه يوم 29 اكتوبر بمشاركه 23 دوله من مختلف دول العالم، بمشاركه اكثر من 250 لاعب ولاعبه في المراحل السنيه المختلفه بالفئات العمريه المختلفه تحت 11 و13 و15 و17 و19 سنه. دي معلومات عامه، تعالوا نعرف بقى تفاصيل اكثر عن هذا الامر. معانا على التليفون كابتن حسني فؤاد نائب رئيس الاتحاد وايضا هو مدير هذه البطوله. كابتن صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير يا فندم. صباح الفل على جميع المشاركين في الاعداد. اهلا بحضرتك فندم. عايزين نعرف من حضرتك بقى تفاصيل هذه البطوله ودرجه اهميتها للفئات العمريه اللي هتشارك فيها ان شاء الله. والله قبل ما نتكلم على البطوله لازم نقول على المعسكر لسبعة ايام اللي قبل البطوله. اتفضل. اللي هو اشترك فيه طبعا الصين ابطال العالم، جابوا 20 لاعب ولاعبه، وابطال افريقيا و20 لاعب ولاعبه من مصر. ودي كان لها مردود كبير جدا على اللعيبه، مستواهم ارتفع جدا خلال هذه الفتره. كويس. لانه كان التمرين لمده 9 ساعات في اليوم، فطبعا دي فتره زمنيه كبيره جدا. وبعدين خلت اللعيبه بتوعنا المصريين تتشال الرهبه من اللعيبه الاسيويين. كان الاول في البطولات حد بيلعب حد من الصين او كوريا او اليابان بيبقى نازل حاطط في باله انه خسران قبل ما يلعب. فدلوقتي خلاص الحاجز النفسي اتشال، فبقى دلوقتي في ناس بتلعب وبتكسب اللعيبه الصينيين وبتكسب الناس الابطال بتوع اوروبا. جميل، دي نقطه مهمه فعلا. بالنسبه للبطوله بقى، احنا طبعا زي ما سيادتك قلت في 24 دوله من اسيا وافريقيا واوروبا، والمستوى جامد جدا في البطوله. اكيد. واحنا بنشارك في البطوله دي كمان عشان اعداد لبطوله العالم القادمه في سلوفينيا ان شاء الله، تحت 15 سنه وتحت 19 سنه بنات، لان دولت اللي اخذوا بطوله افريقيا المؤهله لبطوله العالم. فطبعا دي، وبعديها بعد البطوله دي هنعمل كمان اعداد عشان قبل السفر. فإن شاء الله كده، والاتحاد يعني لا يألو جهدا في سبيل رفعة مستوى اللعبة. وبنشكر طبعا رئيس الاتحاد والأستاذ خالد الصالحي إن هو جابوا لنا البطولة دي عندنا، وإن شاء الله تتكرر على طول، وربنا معانا إن شاء الله. بس تشجيعكم لينا كمان ده مهم جدا، لأن الحاجات الإعلامية دي مهمة جدا للاعبين والاولياء الامور طبعا، لهم دعم جامد للعيبه بتاعتهم طبعا. وبنشكر كمان الوزاره، اي حاجه بنطلبها من الوزاره بتدعمها على طول. وبعدين احنا اللعب في صاله حسن مصطفى صاله مفخره من افضل صالات العالم، فدي كمان بتدي انطباع كويس لدى الاتحاد الدولي. وان شاء الله نعمل بطولات كثيره ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله. رائع. وبعدين بالنسبه للبطوله، البطولة كمان طبعا 11 سنة و13 سنة و15 سنة و17 سنة و19 سنة، طبعا دي بطولة كبيرة، وإن شاء الله نحقق فيها نتائج كويسة إن شاء الله بإذن الرحمن. طيب الاتحاد بيجهز حاليا يعني للخطه الموضوع، حضرتك قلت ان كمان بعد انتهاء فعاليات البطوله اللي احنا بصددها هيبقى في اعداد لبطولات اخرى قادمه. فكره التجهيزات وفكره متطلبات هذه التجهيزات، انا بكلم حضرتك باختصار عن الموارد المطلوبه لدعم اللعيبه دول، وخصوصا في المراحل السنيه المبكره اللي هم فيها، عشان نضمن اجيال مستقبليا ان شاء الله قادره على رفع علم مصر في كل المحافل الدوليه. الموارد وتنميه الموارد، هل عندكم اي مشاكل في هذا الاطار ولا الدنيا ماشيه كويس؟ والله الدعم بتاع الوزاره لا محدود، ودي حاجه كويسه. بس احنا بندور بقى على سبونسر، بنكلم مصر للطيران، لان طبعا انت عارف معظم السفريات بتاعتنا بتكلف مبالغ طائله. طب. هي دي اللي بتاخد مثلا اكتر من نص الميزانيه بتاعت اي حاجه. وبنشوف كمان البنك الاهلي يكون داعم لينا، ففي ان شاء الله يعني في المرحله القادمه ان شاء الله يرعوا الاتحاد فان شاء الله. وبعدين بالنسبه للادوات، هي بس هي دي المشكله، لان دلوقتي الجلود دلوقتي الجلده ب 2000 وشويه، والكوره ب 60 جنيه، فيعني الحاجات دي طبعا برضو تكلفه على الانديه.
ودي برضه في انديه بتنسحب من اللعب بسبب قله الموارد. فدي الحاجه اللي عايزين منها دعم للوزاره، لان حتى الجمارك بتبقى ليها مبالغ كبيره الجمارك، فاحنا بنناشد الوزاره ونناشد وزاره الماليه رعايه الاتحادات اللي ملهاش دعم كبير. يعني احنا الميزانيه بتاعت كنا بنتكلم الاتحاد قريب في موضوع التكلفة حتى بتاع المضارب لو تفتكر. طبعا طبعا المضارب، يعني في خشب، الخشبة 5000 جنيه و7000 جنيه، الجلدة الواحدة ب 2500 جنيه، وطب الكورة ب 60 جنيه. فطبعا دي تكاليف جدا، والأندية ما فيش إلا ناديين ثلاثة هم اللي عندهم إمكانيات يجيبوا الجلد. واخد بال سيادتك؟ فدي النقطة، لكن في أندية ثانية عندهم لعيبة كويسين بس ما فيش إمكانيات. صحيح، هذه النقطة دي عقبة بتقابلنا، ويا ريت بس يعني عن طريقكم تثير الموضوع ده مع الوزارة ومع وزارة المالية. يعني خليني أقول لحضرتك يا فندم، إحنا ما فيش يوم تقريبا أو أسبوع، خليني صحيح عشان أبقى يعني واقعية أكتر، ما بنتكلمش عن النقطة دي، بس نقطة في غاية الأهمية. كل حال بنشكرك جدا يعني الأستاذ حسن حسني نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة، كل التوفيق ليكم. حسني فؤاد عفوا، وهرجع تاني للنقطة اللي الأستاذ حسني اتكلم فيها وكابتن حسني اتكلم فيها، فكرة دعم الوزارة أو وزارة المالية أو وزارة الشباب والرياضة لبعض الاتحادات اللي هي في أمس حاجة، ومش بس في أمس حاجة علشان هي عليها مثلا زي ما بتقال كده شيلة تقيلة وما بتقدم لناش حاجة في المقابل، لا بالعكس. يعني مثلا تنس الطاولة من الاتحادات اللي عندها أكتر من بطل، وعلى صعيد الرجال وعلى صعيد السيدات، فهو اتحاد يستحق الاهتمام فعلا.